رمضان كريم، تصوم وتفطر على خير إن شاء الله. رمضان كريم على جميع المشاهدين إن شاء الله، على الأمة الإسلامية كلها. دكتور أمين، صمت في السودان وصمت خارج السودان وصمت في السجن، فكنت عايز أعرف أو المشاهد يعني أهم أو المحطات بالنسبة لك في رمضان وانت خارج السودان. نعم، أنا طبعا طبيعة العمل اللي كنت مخالف فيه، خاصة المفاوضات، كنت أحيانا كثيرا بصادف رمضان خارج السودان، أحيانا أيضا بسبب وظيفتي في البرلمان الأفريقي، صمت مرة في جنوب أفريقيا، صمت أحيانا في أكثر من مرة في كينيا، أكثر من مرة في نيجيريا وفي أثيوبيا، صمت قبل كده في إجازات في ماليزيا في إندونيسيا، صمت في أفغانستان، لذلك صمت في مناطق متفرغة عبر العالم. حتى طبعا عشت فترة في بريطانيا وصمت في بريطانيا وصمت في أمريكا، ولذلك ممكن أقول شفت رمضان في أوقات في تواقيت مختلفة وبين شعوب مختلفة، وأحيانا جاليات وليس شعوب مختلفة. القرب يعني غالبا رمضان بيجمع الجاليات مع بعض، بالذات في أمريكا وفي بريطانيا وفي كل أوروبا. الجاليات عادة ده موسم التجمع بيناتها وموسم البرامج المشتركة يكون رمضان. كذلك الدول الأفريقية الصمنا فيها أيضا رمضان عنده طبيعة خاصة، لأنها المسلمين بيشعروا فيهم بخصوصية. يعني أثيوبيا مثلا رمضان ده كله أعياد بالنسبة للمسلمين، ويجتمع بانتظام غير الصلوات. المسجد الأكبر الكبير في أديس أبابا ده طبعا هو مسجد أكبر من أي مسجد موجود في الخرطوم، وبتلقى مجتمعين في آلاف في رمضان وكده، وعندهم طقوس كثيرة جدا. المسلمين الأثيوبيين بيأدوها في رمضان خاصة، وده بيشبه المسلمين أيضا في كينيا. في كينيا أيضا المسلمين خاصة في شرق كينيا وفي نيروبي على وجه الخصوص اللي كنا احنا وجدنا فيها. ونحن طبعا في المفاوضات انتقلنا من مناطق كثيرة في كينيا، ما كنا بنقعد في نيروبي، نمشي بغوريا، نمشي ناكورو، نمشي ماونت كينيا، نمشي كارين، نمشي مشاكوس، نمشي بس منبسة، بلفينا كينيا كلها. وأحيانا يقوم يصادفنا رمضان في واحدة من المدن الكينية، كذلك في أيام مفاوضات دارفور في نيجيريا حضرنا رمضان مرة أو مرتين حتى. وكل هذا بيدي الإنسان نظرة مختلفة عن احتفالات الشعوب برمضان وعاداتهم اللي بيعملوها في رمضان، عادات الاجتماع والاحتفال والطعام. حتى في بلدان فيها خصوصية خاصة في الطعام، مثلا في أفغانستان عندهم أكلة زي إحنا بنعمل اللقمة، عندهم أكلة اسمها البولاني، ودي بيعملوها بطرق مختلفة، لكن بطاطس معظمها خضروات، لكن عشان يكملوا الأكل بيقوموا يعملوا لحم مفروم مع جنبها، بيعملوا خيار مع الزبادي، يعملوا كده. بتكون دي الأكلة الشعبية الأساسية عندهم. طبعا في ماليزيا أيضا عندهم أكلة شعبية عامة بصورة عامة، لكن بيكون يعملوها في رمضان على وجه الخصوص. فرمضان بيعكس للإنسان عادتين من عادات الثلاث المهمة، واحدة عادتهم في الاحتفال، والثانية عادتهم في الوليمة في الطعام. يعني لما يكونوا مهتمين بالطعام كيف بيعدوا الوليمة، ولذلك تجد الإنسان فرصة فيطوف حول شعوب مختلفة يشوف عاداته في رمضان، بيكتشف التنوع بتاع العالم الإسلامي ده مع معنى الوحدة ذاته. لأنهم رغم كل هذا التنوع في الطعام، في عادات الوليمة، في عادات الاحتفال،
لكن في خيط ناظم واحد من الثقافة الإسلامية بيجمعه. بعض الدول بتخلط حتى بين عادات الاجتماعية الوطنية وبين الدين. يعني مثلا الماليزيين والأندونيسيين لما نيجي رمضان بيقوموا يلبسوا طوال شهر رمضان اللبس الوطني بتاعهم، ويلبسوا الأطفال اللبس الوطني بتاعهم، ما بيحرصوا على ده بالأيام العادية، لكن في أي أمر رمضان كأنه هو شعار أن يلبسوا اللبس الوطني في ماليزيا وفي أندونيسيا وكده. في أفغانستان أصلا اللبس واحد تقريبا، لكن بيكون غالبا في حالة احتفالية، يعني أنه اللبس يكون أنطف وأرقى، ومشهورين بالسجاد، ينظف السجاد القديم ولا يفرش سجاد جديد ولا كده، والولايم غالبا بتقام في السجاجيد وكده. أما رمضان في السجن في المحبس، فالناس بيفتكروا إن رمضان في المحبس شيء يعني ذكريات سيئة، عكس ذلك تماما. رمضان في المحبس في حالة انفراج كبير، عادة يعني بيحصل نوع من الانفراج على الناس في السجن. احنا سجننا في ظروف مختلفة، يعني انا فترات طبعا متفاوتة، لكن الفترة الأطول اللي قضيناها في السجن هي الفترة اللي قضيناها زمن نميري من انقلاب حسن حسين سنة 75 لغاية المصالحة سنة 77، ومر علينا أثناء ذلك رمضانين يعني. وعادة في الأول كنا في كوبر، وكوبر ما في طريقة لتجمع الناس فيها ولا عمل نشاط احتفالي واسع ولا فطور واسع، يكون مقيد غالبا بالزنازين اللي انت فيها، زي البحريات ولا الشرقيات ولا المدرسة ولا الزنازين المختلفة الموجودة في كوبر. أو لما طلعنا من كوبر مشينا دبك، دبك طبعا حوش واسع فيه عنابر، ولذلك كل الناس الداخل السجن بيجتمع مع بعض، وده أدى فرصة احتفالية يعني، وبرامج مشتركة وكده. ولأنه الإنسان قضى مدة طويلة قريب من سنتين في السجن، فلازم يكون فيه برامج واسعة يعني. ولذلك رمضان كان مثل في جوا السجن زي برا السجن، إفطار جماعي وصلاة جماعية وقرآن طبعا وترتيل وكده، وأيضا حفلات ترفيهية ومنلوجات وسخريات صغيرة وكده، كل ده كان موجود في السجن يعني. وصحيح في كوبر بيكون هذا على مستوى محدود، لأن الناس اللي بيكونوا موجودين في منطقة عزل واحدة بيكون عدد محدود. لكن في دبك احنا في وقت في فترة من الفترات كله 500، ولذلك كان تجمع كبير، في كثير من البرامج والاحتفالات والأغاني الدينية والأناشيد، كثير من الأناشيد ألفت في سجن الناس، حتى بعض الأناشيد اللي بيصدحوا بها بعض الشباب الآن معظمها ألف في السجن يعني. ولذلك كانت أهم برامج الناس ملأة بالاحتفالات، رغم أنه عامة حبس الناس وسجنهم الصورة في من الخارج كئيبة للغاية، لكن الصورة من الداخل ليست بهذه الكرامة. كنت تميل لأي من النشاطات الدينية أم الثقافية في السجن؟ كله معظم الناس يعني مهتمين. أنا مثلا عندي اهتمام بالدوبيت وبالمديح، وحافظ الدوبيت وحافظ المديح، وبكتب الدوبيت وبكتب المديح برضه. أشهر الحاجات اللي كتبتها وأنت في السجن؟ في أشياء منشورة طبعا في الدواوين المنشورة، وفي أشياء ما نشرت لأن هي طبيعتها محلية يعني، زي مثلا نعمل مونولوج المقصود منه السخرية والضحك، ما بيكون غالبا قابل ينشر، لكن في وقته كان يدخل البهجة على الناس يعني. وهو غالبا بيعبر عن مشاعر الناس في السجن يعني، مثلا يقول يسخر من الناس بأنه شوف الزرزور ده أكثر حرية منكم، في الدار شادينا والدبرة زقزق، حالتنا كويسة بس حالكم أروع كده
يعني السخريات من الوضع، خاصة لما تجي المناسبات والأعياد وكذا، فالناس مالين وقتهم كانوا بالمرح وبالطرب بكل أنواعه. طبعا الناس عندهم خيال، بعض الناس عندهم خيال إنه الإسلاميين دير واللي بيسموهم كيزان دير ما بيعرف يهزروا ولا بيعرف يضحكوا ولا بيعرف يمرحوا، دول طبعا صورة كئيبة في أذهان بعض الناس. كنا ناس سودانيين مثل سائر السودانيين، عندهم فنانين هون وعندهم فرقهم بتاعت الكورة وعندهم مداحينهم من شيخ العاقل للشيخ البرعي، عندهم الناس ناس الدوبيت اللي من الحردلو لواد شورادي لواد ضحوية لأي حاجة. بالعكس الإسلاميين أكثر تعمقا في الثقافة الوطنية من غيره. صحيح أن ظهورهم بهذه الأمور في الواجهة العامة قليل، الحياة العامة الموجودة عند السودانيين، لكنهم في مجالسهم الخاصة، مجالسهم هذه عامرة بكل أنواع وأطباق الثقافة السودانية. رمضان يعني بتقضي وقتك كيف فيه؟ رمضان غالبا يعني هي برنامج يكون معظم قراءة، قراءة قرآن أو قراءة تفسير أو قراءة كتب ثقافية متنوعة أو لقاءات اجتماعية. غالبا معظم الوقت بنحاول الواحد بيحاول أن يقضي الإفطار في البيت، ولكن أحيانا كثيرة يكون بسبب الالتزامات الاجتماعية من الضروري أن تخرج إلى الإفطار خارج المنزل، لكن هي في المنزل مناسبة عشان الناس يجتمعوا على الطعام لأول مرة. غالبا البيوت بقدر الناس ما بيجتمعوا على الطعام، يجتمعوا اثنين ثلاثة ياكلوا واثنين يجوا متأخرين، واحد تصحى الصباح تشرب الشاي وما داري تاكل واحد كذا. فلكن رمضان لأنه بيوحد وقت الطعام ووقت السحور، احنا ما قاعدين نتعشى، فالناس في الأوقات دي بيصحوا وبيجتمعوا على الطعام، وما بيكون الطعام بس بيكون طعام لأول مرة بتاعه اجتماع عائلي يكون فيه قدر من الأنس وتبادل يعني فرصة أكبر للتعارف الحقيقي بين الأسرة وكذا. زمانك لما كنا في أحياء شعبية كنا مرات بنفطر برا غالبا، كل لما جينا في الأحياء دي من الصعب جدا تلقى إلا ترحل مسافة بعيدة أنت تلقى إفطار ممكن أن تشارك فيه الناس. لأن كنت أنا مشجع فكرة أن يلتقي الناس في إفطار جماعي في الأحياء، لأن هذا بيوسع الرابطة الاجتماعية. لكن في كثير من الأحياء، أحياء دارز الأولى الآن، الناس نسوا هذا. احنا في حينا ده في إفطار على بعد 3 شوارع كده، لكن من الناحية العملية الصعب أن تنتقل بالطعام وتمشي ترجع العدة كذا، فيكسل الإنسان من المشاركة في هذا، رغم إنه فيه فضل كثير بتاع التعارف. وأيضا هي مائدة مفتوحة منصوبة للعابرين والسامي لجميع تشارك إسلاميين في الإفطارات التي يقيمونها؟ طبعا نحن هذا مجتمع الإسلامي مجتمعنا، ولذلك نفطر يكون في ولايم متعددة بمناسبة أو بمناسبة اللا مناسبة أحيانا، لكن غالبا بتكون بين أشخاص جماعات رابطة سابقا قبل، أو ذكريات مشتركة أو مكان مشترك حي مشترك كده، لكن ما على أساس حزبي. طبعا الناس ما قادرين يجتمع على أساس حزبي ولا على أساس تنظيم. غالبا خريجين جامعة معينة بيجتمعوا في مكان، ولا ناس كتيبة بتاع الجهاد اجتمعوا قبل كده في وقت من الأوقات يريدوا أن يعملوا لم شمل. غالبا الإفطارات بتكون على هذا النهج.
الإفطار اللي أقيم السنة اللي فاتت في الساحة الخضراء شاركت فيه؟ يعني هو ده إفطار عند الشباب، ونظموا غالبا بيرابطوا من الشبابية المعلومة، لو دعونا وكان الوقت متسع كان بنمشي، ليس عندنا مشكلة نشارك في يعني، لكن أحيانا وإذا الشيوخ أمسحنا وسط الشباب بيمثل نوع من التضييق عليهم، ولذلك إحنا بنوفر عليهم هذا الضيق. لو دعوك في الإفطار اللي حيقام بعد أيام حتشارك؟ نتوقف على الظروف، ما عندي مشكلة في المشاركة، يعني ما فيش موقف مبدئي من المشاركة وعدم، لكن يتوقف على أنا شايف بعض الشباب دعوا الناس لإفطار يوم 4 رمضان، أنا ما شايف التاريخ ده موفق، لماذا 4 رمضان؟ غالبا بعض الناس حيظنوا ده حاجة في وقت هو مرتبط بنوع من الانقسام بين الإسلاميين، إلا إذا كانت الفكرة والله إذا كان يوم حصل فيه انقسام خلونا نتجاوزه إلى وحدة، إذا كانت هذه هي الفكرة فليس هي الفكرة التي تخطر على البال أو الوهلة إلا أن يذكر بها الإنسان تذكيرا، لكن أن يجتمع الشباب الإسلاميين بعناوين مختلفة أو بكتائبنا اللي جاهدوا بها أو جامعاتهم اللي تخرجوا منها فكرة جيدة وعظيمة، وهذا طبيعي إن المجموعات الاجتماعية تنتهز رمضان فرصة عشان تلتقي وتلم الشمل وتجدد الود بينهم. ولماذا لم تطرح رؤيتك هذه بأن 4 رمضان تاريخ غير موفق؟ يعني إذا ذكر لي واحد من الشباب هذا الموضوع بقول له رأيي ليه اخترت الميعاد ده بالذات، لأن الميعاد ذكراه ليست حسنة في ذاكرة الإسلاميين، بيمثل لحظة انقسام ومفاصلة وليست لحظة وحدة والتحام. السوداني من الناس وإليهم.